السلام عليكم اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه عالم الياسمين. في اطار تحضيرات حلويات العيد اليوم ان شاء الله غنشارك معكم جوج اشكال ديال حلوى اقتصاديين وسهلين وتخرجوا لكم كميات كثيره وتتحضرون في وقت وجيز. بالنسبه للحلوى الاولى فهي عباره عن الحلوى المشهوره الغريبه بمذاق البرتقال، تجي بنينه وهشه مع اسرار النجاح ديالها. وبالنسبه للحلوى الثانيه فهي حلوه رخامه او الزليجه سهله بدون فرن. فتابعوا معايا اخواتي الفيديو الاخير باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو على بركه الله غنحضر معكم حلوى ديال الزليجه. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون مهرمش، وايضا غنحتاج 100 غرام ديال بسكوي مهرمش اي بسكوي متوفر عندكم، ملعقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، وجوج معالق او حتى ثلاث معالق كبيره ديال الكراميل نيستلي، وفي الاخير غنضيف العسل باش غنجمع هاد المكونات. وهي الحشوه ديالنا واجده، ممكن انكم تضيفوا شويه ديال القرفه على حسب الاختيار ديالكم. ايضا تعطي واحد البنه زوينه. صافي غنخلط هاد المكونات جيدا حتى يولي ليا الخليط معلك. بالنسبه الى ما متوفرش عندكم نيستلي ممكن انكم تضيفوا ملعقه اخرى ديال الزبده. صافي غنستمر في الخلط جيدا ونبقى نضيف العسل حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. وهذا هو البنات القوام تيجي معلك. هنايا غنجيب واحد الصينيه ديال الفرن اولا اي صينيه متوفره عندكم، تتفرشوا فيها ورق ديال الزبده وتديروا فيها ديك الحشوه، تبقاو تضغطوا عليها. هنايا البنات بالنسبه للحشوه راه ضفت ليها واحد البسكوي كان ديجا عندي ما بغيتوش يضيع، فيها شكلات ابيض، داكشي علاش جا فيه دوك الشكلات ابيض. صافي غناخذ هنايا الشكلات ابيض اللي ذوبته في حمام مائي، غنديرو من الفوق، غنسرحو على الوجه ديالها مزيان وغنخليها تبرد. عاد غنقلبها وندير الشوكولاتة للجهة الأخرى. من بعد ما بردات ديك الطبقة ديال الشوكولاتة بيضاء قلبتها، ودابا غندير الشوكولاتة الأسود اللي ذوبته في حمام مائي. بالنسبة للشوكولاتة كنستعمل نوعية ديال الكالا. صافي غنسرح الوجه ديالها مزيان بهاد الشوكولاتة، من بعد غنضيف عليها شوكولاتة أبيض على شكل خطوط باش يجي لينا الشكل ديالها بحال ملفي. مباشره ملي تندير داك الشوكولاته الاسود راه تنضيف عليهم خطوط ديال الشوكولاته بيضاء باش نزوق بهم. غير هنايا كانت سالا ليا لاصاج وما بقاش التليفون كيصور. بالنسبه للحلوى الثانيه في المقادير غنحتاجوا 3 ديال البيضات، غنضيف عليهم 200 غرام ديال السكر، غنضيف ملعقه صغيره او نص ملعقه صغيره ديال نكهه البرتقال. الا ما كانتش متوفره عندكم ماشي مشكل، حيت باقي غنضيف قشور ديال البرتقال. صافي غنخدم هاد المكونات جيدا، من بعد غنضيف باقي المكونات. هنايا غنخدم داك البيض مع السكر مزيان حتى يذوب ليا داك السكر، من بعد غنضيف الزيت. الان غنضيف كاس عنبه ديال الزيت النباتيه وغنعاود نخلط هاد المكونات جيدا. ضروري البنات تخدموا مزيان بيديكم باش تذوب داك السكر. هنايا من بعد ما ذاب غنضيف قشور ديال البرتقال، ممكن في عوض ما ديروا البرتقال تعوضوه بالليمون. هنايا غنضيف 250 غرام ديال الكوك، بالنسبه للكوك خاص تكون نوعيه جيده اللي تيكون ميدم، وغنعاود نخلط هاد المكونات جيدا. وفي الاخير غنضيف السميد، وغنضيف ايضا واحد ساشي ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام. بالنسبه للسميد غنبقى نضيف بالتدريج حتى نتحصل على القوام اللي بغيت. انا تقريبا درت 250 غرام ديال السميد، وايضا ما تنساوش تضيفوا واحد ساشي ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام. صافي غنخلط هاد المكونات جيدا حتى نتحصل على القوام اللي بغيت، وغنتقلو باش نشكلو الحلوه ديالنا. هنايا من بعد ما تحصلت على القوام اللي بغيت، هنايا البنات واحد الحاجه ضروري انكم تدهنوا يديكم بالماء عاد تكوروهم، من بعد تديروهم في السكر كلاصي. صافي غنستمر بنفس الطريقه، نبقى نكورهم وضروري انني ندهن يدي بالماء. صافي ونديرهم في السكر كلاصي مزيان، من بعد مباشره نديرهم في الصينيه ديال الفرن. فابقوا معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي.
من بعد ما كملتهم مباشره غندخلهم للفران اللي ديجا سخنته مزيان وشعلت عليه غير من الفوق. تدخلوا الحلوه ديالكم وتتنقصوا الفران، ما تتخليهوش مجهد باش ما تحرقش ليكم وتشقق على خاطرها. من بعد تشعلوا ليها من تحت باش تطيب، تقريبا تاخذ لكم واحد ربع ساعه صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي، تتشقق وتجي رائعه، والمذاق صراحه تيجي بنين بزاف وفيه داك المذاق ديال البرتقال. اما ما بالنسبه للحلوه الثانيه فمن بعد ما قطعتها على هذا الشكل، كنتمنى ان الحلويات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. تلاقاو في فيديو جديد مع وصفات جديده، غنخلي لكم بعض الصور ديال الحلويات اللي حضرت، الا بغيتوهم غتلقاوهم في صندوق الوصف. بالصحه وراحه.